افزعله بالورق يبي يشارك القصيدة. لا طلع مقطع قبل. السلام يا علي. ماشي اذا انت بجاهز نروح لعبد الله. يقول يا وجودي وجود اللي على الدرب يوم طرقينا مغترب ويدور اللي يشله من سراب العمر يا كثر ما خرب نومي جعل ربي سامحني على كل زل غير لا يفرح الشمات ترى عزومي عاد اقوى من الشخصيه المستغله هيبتي هيبتي وسلم ربعي سلومي والمراجل جبلنا الله اللي عليه جبله. ونعم ونعم صح لسانك صح لسان قايلها عبد الله الحافي. ترى الابيات ابيات مكسره لا اخرها اخرها الكتابه. الشيخ اليوم يقول لك اللي تبي خذ راحتك خذ راحتك. يقول الشخص لراجع المسؤول ايه وموضوعه الاكثر صعيبي اول ما يطلع عليه يقول يرى ما فيكم عتيبي. لا تتبسع زي قبل شوي. اودي انت بس اني ما اسلم يا عبد الله. في قصه صدق واقعيه صايره